فاكر انك جيتي، بس سكت عليك النبي. انا لا جيت لحد عندك ولا قلت حاجه ولا ده كلمته من راسه. أمه يا أمه، مالك واللي جابك؟ حد من إخواتي جرى له حاجة؟ لا، أنت اللي جرى لك والبطني، لكن سيبعت لك لشتان خالك اللي عبدك زي ما هو عاوز. خبري ماله خالك؟ عاوز مننا إيه؟ يتفنى بالحياة؟ ماله خالي؟ مش خالي ده اللي رجع حبت العمامرة على بحر جمولة كلها بعد ما جوزك فرط لنسب عيلة الشوكيش؟ ويا ريتها دامت، ده احنا عايشين في هم طار بينهش ويدهس اي حد في سكته. ليه يا عبد الحي تتبع خانك في السلاح؟ ولنفترض احنا بنحمي بيه نفسنا، الناس دول واعرين وغدرهم ممكن يطولنا كلنا، لكن انا سداد ما تخافيش. ما خافش، هو عاد عندي حاجه في الدنيا غير اني اخاف؟ روح يا امه وقفلي على كل السلاح، مش عاوزين لا خالنا ولا حد من العيله يعرف باللي اتقال ده. هيقولوا ايه يعني؟ ده ندوله ماشي تحت كلمة امه؟ لا راجل، خبريه يلا روح اقتل لك رجلين ثلاثة عشان تبين رجولتك. انت سرقك السكينة ومش حاسس بنفسك. ولدك عارف هو بيعمل ايه يا امه، وامور الخوف دي اندفنت من زمان عشان ولدك عبد الحي. صحيح انا راجل واعرف خطتي رايحة لفين، وانا مع العيلة وخالي سواء بالخير او بالشر. باين من اوله قالوا لي ايه؟ هيجيلك خير، بس هيتك ما تجيبش خير. بقولك ايه يا اخوي، انت حر في روحك في بيتك، ما فارقش معاك مين حي ومين ميت، لكن انا يفرق معايا. ويمين بالله اللي هيجي ناحيه ولادي انا حاكل قلبه. في ناسك ده تحب تبين العظمة، ومع أول كلمة تطلع من الخشم يلاقوا هيش خرابة وعتمة من جوة. وده توبك مقاسك يا بنت أبوي، تفضلي تحرب 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 وفي الآخر أخوك هو الكسبان. لا، المرة ده أنا اللي هكسب، عشان السلاح اللي انت جبته وزرعته لرجالة العيلة أنا حبلغ عنه بعون الله. السلاح؟ وفين السلاح ده؟ أه؟ فين السلاح؟ ورق سيد، طلع السلاح اللي تحت الدكة. عايزة كم حتة سلاح؟ أه؟ حاكم أخوك إيه؟ معلم كبير. أه، والمعلمة دي مش من فراغ. بس هنا السؤال، تفتكر المعلم ده هيكشف ورقه بده؟ بس الرصاصة اللي ما تقتلش تدوش. الجدف من وش يا روحية، بدل الأمور ما تفلت ويقولوا العمدة قتل أخته. حاضر، بس بعد عن عبد الحي، تطايش وفكر إن خاله حيسند ظهره مع إنك بتغرجه. آه صح، البيت نزل جلسة في المحكمة والمحامية طمنت. ادعي لي يا أخوي. ربنا ياخدك.